لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين محمد مشينش، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بعد الصورة التي سلمت بالأمس للسفير الأمريكي بالقدس المحتلة، وزير دفاع الصهيوني اليوم يعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة، كيف يمكن ربط هذين الحدثين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة أن المشهد يعني يعطيني انطباع بأن هذا الكيان الذي عمره 70 عاما لا زال إلى الآن يحتاج من يدعمه ومن يسنده، ويأتون بأكبر قوة على وجه الأرض وهي قوة القوة الأمريكية لأجل أن تقدم الدعم لهذا الكيان المسخ، بينما بالمقابل الشعب الفلسطيني المحاصر المنكوب المضطهد المطارد المحاصر يقف شامخا ولا زال صامدا أمام هذا العدو ولا ينكسر أبدا أمام هذا المشهد. أستطيع أن أقول أن هذا العدو إلى زوال، ومهما فعل ومهما بنى من مستوطنات ومهما حاولت الإدارة الأمريكية أن تقدم له الدعم سواء عن طريق السفير الأمريكي بأن يكون داعما لصورة مسحة فيها المسجد الأقصى ووضع مكانه الهيكل، أو بالاعتراف ترامب بالقدس عاصمة له، كلها لن تنفع ولن تغير الحقيقة على الأرض بأن هذه القدس لنا وستبقى لنا، ليس فقط الفلسطينيين بل هي للأمة جميعا. نعم، ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني؟ هل يكفي برأيك وصف ما يجري بجريمة حرب؟ وإلى أي مدى أثر ذلك على دعم مسيرات العودة وعلى الموقف الفلسطيني أيضا في رفض قرار ترامب؟ الحقيقة الموقف الرسمي الفلسطيني لا يرقى إلى مستوى الصمود الذي يقدمه شعبنا الفلسطيني. الموقف الرسمي الفلسطيني مطالب بأن يكون له فعل أكبر مما يجري. الموقف الفلسطيني الرسمي يجب أن يكون جريء أكثر، وأن يذهب إلى المؤسسات الدولية وإلى المحاكم وإلى كافة المحافل الدولية لكي يجرم هذا الاحتلال ولكي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. للأسف نحن نشاهد أن الموقف الرسمي لا يرقى إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني. من ناحيتها حركة حماس كانت قد طالبت أن ينطلق الشعب الفلسطيني في الضفة كما انطلق في غزة، ما الرسالة المراد إيصالها من ذلك؟ الرسالة التي يحملها شعبنا الفلسطيني ليس فقط حركة حماس، الرسالة التي يحملها شعبنا الفلسطيني جميعه بأن هذا العدو لا يمكن أن ينسينا أرضنا، ولا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا وعن ثوابتنا، وأننا لا زلنا نطالب بحق العودة، وأننا يجب أن نعود للقرى والمدن التي هجرنا منها عام 48. هذه الرسالة التي يحملها شعبنا الفلسطيني المحاصر سواء في غزة أو في القدس أو في الضفة أو في كل مكان أو حتى في الشتات. كل أبناء شعبنا لا يتوقون إلا العودة إلى ديارهم وإلى وطنهم وإلى مقدساتهم. أستاذ محمد، من ناحية أخرى، هل يمكن المراهنة على الدور الإسلامي والعربي أيضا للوقوف في وجه صفقة القرن؟ وما المطلوب برأيكم؟ بلا شك أن الشعب الفلسطيني غير منبت عن أمته، وهو متفق بأمته ويطالب الأمة دائما بأن تقف معه، ونحن جريئون ونقول أننا نتوكل على الله رب العزة جميعا، ومن خلال أمتنا الحاضنة لنا نثبت ونصمد أمام هذه التحديات الكبيرة التي يفرضها علينا هذا الكيان الغاصب. أشكرك جزيل الشكر محمد مشينش، رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.